النهارده عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن وكالعادة خلونا الأول نبدأ بأهم الأحداث اللي حصلت امبارح، واللي أبرزها كان إن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من تشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، وتم فيها مناقشة عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في السودان. وكمان خلال الاتصال أشار رئيس المجلس الأوروبي إلى أهمية الدور اللي بتقوم به مصر لدفع جهود التواصل إلى وقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع في السودان. يعني ربنا يجعل الوساطة اللي بتقوم بها مصر يعني هي سبب في انفراجة الأزمة في السودان، ويحفظ السودان يعني حكومة وشعبا كده بإذن الله. طيب خلونا كمان نتكلم عما يحدث في مجلس الوزراء، لأن امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض نتائج الدراسة الاكتوارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكمان تابع مستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2023-2024. خلونا نعرف أخبار أكثر من خلال هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي. تناول الاتصال عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في السودان. وأعرب رئيس المجلس الأوروبي عن بالغ القلق تجاه الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية المتدهورة وتأثيرها على المدنيين والجاليات الأجنبية، كما أشار لأهمية الدور اللي بتقوم به مصر لدفع جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع في السودان. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية. شهد اللقاء قيام الدكتور رشاد العليمي بإطلاع الرئيس على مستجدات المشهد اليمني والجهود الجارية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، وأكد الرئيس على الموقف المصري الثابت إزاء دعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية. امبارح استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء نتائج الدراسة الإكتوارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وأكد رئيس الوزراء إن الدولة بتستهدف استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، علشان كده الدراسة الإكتوارية بتحدد المسار الأكثر توافقاً مع مستهدفات الدولة في امتداد المنظومة وتحقيق رؤية القيادة السياسية في ضغط الجدول الزمني لإنجاز المشروع. امبارح استعرض الدكتور مصطفى مدبولي مستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2023-2024، وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بالعمل على تحقيق مستهدفات الموازنة الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالوصول لفائض أولي من الناتج المحلي الإجمالي وخفض عجز الموازنة وفق النسب المخططة، مع توسيع شبكة الحماية الاجتماعية والتعامل مع أثار التحديات الاقتصادية. كمان وجه مدبولي بضم قطاع السياحة للمبادرة الخاصة بدعم القطاعات الإنتاجية اللي بتشمل حالياً قطاعي الصناعة والزراعة، وده في إطار توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة دي لأهمية قطاع السياحة في دعم الاقتصاد الوطني، علشان كده تم التوافق على تخصيص 10 مليار جنيه لقطاع السياحة ضمن المبادرة دي، ليصل إجمالي التمويل اللي بيتم إتاحته من خلالها ل 160 مليار جنيه للقطاعات الإنتاجية المستهدفة. امبارح مجلس الوزراء أكد إنه ابتداءً من بكرة هيتم العمل بالتوقيت الصيفي، وتكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة، وهيستمر العمل بالتوقيت ده حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر. يعني النهارده بالليل كده هنبقى نايمين، نصحى بقدرة قادر نلاقي نفسنا بدل ما صاحيين 6 صاحيين 7. انا بقى بدل 4 ما انك انت صاحيه 6 برضه، فاهمه؟ بس هو فكره العمل بالتوقيت الصيفي اللي يعني رئيس الوزراء او مجلس الوزراء اقره، يعني احنا بنناشد طبعا المواطنين ان هم يعني ياخدوا بالهم النهارده بالذات ان هيتم تغيير الساعه، فخلوا بالكم عشان ما يروحش عليكم نوم او تروحوا الشغل متاخر. اه بالظبط، ونجيبها بقى الحجه بقى في التوقيت الصيفي. أيوة. احنا مالناش دعوه، انا جاي في معادي والله يا فندم، بس الموضوع يعني لكن على فكره ليه فوائد كتيره، يعني فكرة ان انت تستفيدي بساعات النهار لان النهار بيبقى اطول في الصيف، وفكرة ترشيد الكهرباء في المصالح الحكومية. أيوة أكيد. بس يمكن زي ما ليه فوائد ليه اضرار، احنا لسه خارجين من رمضان، الناس بتشتكي من قلبة اليوم واللي احنا مش عارفين يعني نظبط يومنا لسه، فانت قمت دخلت عليهم بساعة زيادة يعني، فربنا يسلم يا رب.
طيب تعالوا نروح لجولة أخبار المحافظات، لأن معانا مجموعة أخبار متنوعة في محافظات الجمهورية حدثت بالأمس، منها الانتهاء من بناء 9 مجمعات زراعية بيطرية في زفتة ضمن مبادرة حياة كريمة في محافظة الغربية، وكمان تنظيم قوافل طبية لمدة 4 أيام في واحد سيوة. كمان امبارح يا عبد الصمد حصل حاجات كثيره في المحافظات المصريه، منها انه تم افتتاح معرض المنتجات التراثيه واليدويه ديارنا عربيه، وده ضمن احتفالات محافظه شمال سيناء بعيدها القومي، وانهاء كمان الاستعدادات الخاصه بانطلاق الاولمبياد للمحافظات الحدوديه واللي بيتم تنظيمها في محافظه مطروح، واخبار ثانيه كثير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الغربية اللي تم فيها الانتهاء من بناء 9 مجمعات زراعية بيطرية بإجمالي تكلفة بلغت 50.9 مليون جنيه بمختلف قرى مركز زفتة، وده ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم كافة الخدمات اللي بيحتاجها المزارع بالقرية بشكل حضاري ولائق. في البحيرة بيتم استكمال أعمال رفع كفاءة وازدواج الطريق من نفق إتكو حتى مزلقان الملح بطول 1.1 كيلومتر وبتكلفة 15 مليون جنيه، وده ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للمديرية. كمان قامت مديرية الطرق برفع كفاءة شوارع خلف المزرعة والشارع المؤدي لشارع عبد السلام الشاذلي بتكلفة 2 مليون و700 ألف جنيه. في سيوة هيتم تنظيم قافلة طبية وعلاجية لأهالي قرى أبو شروف، أم الصغير، مشندت، وبهي الدين، ده بمركز سيوة على مدار 4 أيام بهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان. في شمال سيناء شهدت المحافظة افتتاح معرض المنتجات التراثية واليدوية ديارنا عربية اللي بيتم تنظيمه في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة والذكرى 41 لأعياد تحرير سيناء. المعرض بيشهد مشاركة ما يزيد عن 20 عارض، نصفهم من محافظة شمال سيناء، لعرض المنتجات السيناوية ذات الطابع التراثي المميز. في دمياط تم تقديم الخدمات الصحية ل 3497 منتفع خلال فترة أجازة العيد بواقع 2664 متردد على خدمات الطوارئ، إلى جانب تطعيم 201 حديث الولادة بالجرعة الصفرية لطعم فيروس بي وصرف الألبان الصناعية ل 584 طفل، وكمان فحص 48 شخص من المقبلين على الزواج. في مطروح أنهت مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة استعداداتها لاستقبال اللاعبين المشاركين بأولمبياد المحافظات الحدودية في نسختها الرابعة واللي بتستضيفها مطروح، ومن المقرر أن تنطلق البطولة بمشاركة 6 محافظات حدودية. في سوهاج أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي عن نجاحها في إجراء 1985 عملية جراحية ما بين متقدمة وكبرى و229 عملية قسطرة قلب، بالإضافة ل205 حالات زراعة قوقعة بمستشفى الهلال للتأمين الصحي، وده ضمن المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة.